طيب سامعني شباب؟ تمام دكتور. اوكي طيب تعال نتخيل الان انه في عندنا هذا وضع الكاش، يعني هيك هاي وضع الكاش، فيها الفاريبلز هاي الاسماء تبعتهم 1 4 2، هاي رقم الفاريبل، وعندنا فاريبل جديد اسمه اكس ان. حصل لك يا اكس ان، لقى المحل فاضي اكس ان هو، فبيقودهم عادي، لقى المكان فاضي، لو لقى ملان ما نعمل شيء ثاني. لو ما اجى هون اكس ان، لو اجى هون مثلا محل اكس 1، لو كان المابينج تبعه يجيبه على اكس ان، بعد شو بدنا نساوي؟ ايش حل؟ نشيل اكس 1، لان هاي اكس 1 راح تروح محل. هذا الوضع الطبيعي. لكن في لكي راح على مكان فاضي، راح نعرف شو معنى فاضي، تمام؟ فيش مشكله من قاعده، نفس الشيء واحد بيجي على قاعة بيلاقي كرسي فاضي بقعد. هذا لكن إذا قلنا له بتقعد على رقم ماتشنج مع أول خانتين من رقمك، بيروح إذا لقى فاضي بقعد، ما لقاهوش بدقه من الشخص بقول محل، والله ما ليش علاقة، أنا هيك كمل البروتوكول تبعي بقول تروح تقعد هذا المكان، بينما ما يكون هون دقة أشيل. إذا لاحظوا هذا الكاش قبل ما إنه يجي الـ variable xn وبعد ما أجى الـ variable xn. الحالة هاي حسب المثال هذا تبعنا إنه lucky انه كان فاضي، فما اضطرناش نطلع واحد. هذه الفكره العامه للكاش ميموري، هذا كيف نعرفه شو رقمه، هذا نجي على المثال اللي بعده. خلينا ناخذ مثال، هذا المثال زي ما انتم شايفين اللي هو الكاش عباره عن 8 بايتس، بس 8 بايتس، والبلوك عباره عن 1 بايت، البلوك عباره عن 1 بايت، والميموري لاحظوا احنا في عندنا 5 بيتس، عندنا هاي 32 بايت. طبعا نسبة تناسب اذا بتطلع على 32 لل 8 بت 1 ل 4، اذا كل 4 بايتس في الميموري they map to the same place في الكاش بهذا الشكل 4 ل 1. اذا هذول الاربعه اللي زرق هم كلهم they map to this block، وهذول الجري كلهم they map to this block. لكيف نعرف انهم دي ماب تو سيم بلوك؟ نيجي نطلع على العنوان، مثلا نيجي ناخذ عنوان يتكون من 5 على سبيل المثال، ناخذ 10101. السؤال بيقول ان اولا انا كونه انا عندي 8 بت 8 بايتس في الكاش، حتى اعرف الادرس في الكاش بدي ثلاثه منهم، بدي ثلاثه بت. اذا لاحظوا زي هون هاي مثلا ببدا ب 0 لغايه 7 بثلاثة بيتس تو ايدنتيفاي البايت وين ذا كاش. اذا راح اخذ من الادرس اول ثلاثة بيتس من اليمين واعتبرهم هذول هم عبارة عن الكاش اندكس. هذول عبارة عن ايش؟ كاش اندكس. شو يعني كاش اندكس؟ اللي هو يعني كان تعارف مع الكاش كان هذي ولها اندكس اللي هو الادرس في الكاش، رقم البايت في الكاش. اذا انا بالنسبة لي الادرس 10101 اللي هو هذا راح يروح على البلوك اللي الاندكس تبعها 101 اللي هي 101. اذا هذا هي، لو اجاني برضو انا واحد ثاني نفس الشيء، لو اجاني مثلا 11101 برضو هذا الاخ كمان بده يروح على نفس المكان لانهم ذي ماب تو سيم اندكس. ولو اجاني برضو كمان اللي هي 00101 برضو راح يروح على نفس المكان. طبعا قلنا واحد منهم موجود، لو رحنا برضو على اخر واحد اللي هو 01 لاحظوا كل الكومبينيشنز الممكنه على الجهه هاي الشمال 101 برضه راح يروح على نفس المكان. اذا هذول اللي بيبدا ب 0 ب 0 و 01 و 1011 اللي هم اربعه، اي واحد فيهم يجي راس مات سمبلز. السؤال الان المهم الان، كيف بدي اعرف انه هاي الموجوده مش هاي مش هاي مش هاي مش هاي؟ بقول لك تعال انت شو ناقص من الادرس؟ يعني لو انا قلت لك هاي 101 نفرض انها بتمثل هاي، كيف بدي اعرف مثلا؟ بيقول ماذا شو تبقى من الادرس؟ تبقى 11 هون، معناته انا لو احط هون تاج، انا راح اسميه تاج، راح اسميه تاج، راح احط هون 11 بعرف انه هذا صحيح هو بدا ب 101 بس اكمالت الادرس 11. يعني زي مثلا رفيده لما راحت قعدت على كرسي رقم 27 وفي عندها باقي، بقول لك والله انا راح احط هون تاج واحط عليه باقي رقمي، لما يجي واحد بيعرف مين اللي قاعد هون او مين رقمه بتطلع بقول والله التاج واحد ثلاثه كذا كذا واخر شيء 27، فبيعرف انها ايش رفيده. لو مثلا لما لقى مش رقم 13 لقى 14 هون، راح اقول لا هذا طالب ثاني، لانه صحيح انت ماتش رقم المقعد
بس التاج اللي هو ما تبقى من الادرس is different. فنفس الشيء هون، اذا انا راح اخذ عدد بيتس من اليمين كافي to find the index اللي هو بده يكون يعني عدد البيتس 2 قوة عدد البيتس يساوي عدد البلوكس اللي هون، اللي هو طبعا هو البلوك عبارة عن 1 بايت. فالان نفس الشيء مثلا لو انا اجاني على سبيل المثال ادرس لسي 10001، اوكي بدنا نعرف وين موجود، بنروح نقول هذا موجود في اندكس رقم 1001، اذا موجود هون. بس كيف بدي اعرف انه اللي موجود عندي هو اللي بيبدا ب 00 ولا اللي بيبدا ب 01 ولا اللي بيبدا ب 10 ولا ب 11؟ تقول اه لازم يكون عندي بيتس للتاج، يعني لو حطيت هون 10 بعرف انه العنوان تبعي هو 10001. اذا في تاج لكل بلوك، في تاج لكل بلوك، هذا التاج هو اللي بيخلي الادرس يونيك، يعني انا عارف مين هو. صحيح هو مش يونيك مابينج، يعني مش كل واحد له واحد، هو يونيك مابينج، كل واحد هون ماب تو 1 بليس، بس مش 1 تو 1، اتس نوت 1 تو 1 ريليشن، يعني ميبي اتس ماني تو 1، ماني تو 1، يعني كلهم بيروحوا على واحد من هون بهذا الشكل. اذا هذه عمليه المابينج على، خلينا نشوف الان. بس طبعا انا ما بديش انسى انه ممكن مثلا هاي فاضيه، هاي فاضيه، لو انا عندي على سبيل المثال هون فاضيه، كيف بدي اروح اعرف انها فاضيه؟ يعني كيف بدي اعرف انه هاي البلوك فاضيه؟ قال لك بنزيد بت جديد اسمها في بت، هاي الفي اذا 0 او 1، اذا 0 معناته هذا انفاليد، معناته فاضي هاي البلوك، واذا 1 معناته فاليد، معناته في شيء. اذا انا بحاجه الى انذر بت، يعني هاي بت واحده لكل بلوك، بتقول لي انه في داتا ولا فيش داتا، لانه هو بصراحه ما في طريقه اعرف، يعني افرض انه لقيت تاج 00، اذا تاج 00 از فاليد تاج، يعني وجود 00 في التاج لا يعني انه هاي البلوك مش موجود. ليش؟ يعني لو انا اخذت مثلا عنوان على سبيل المثال 00101، هذا هو 00101، هو عباره عن البلوك هي الرقم 101 والتاج تبعها 0، يعني كلمة 00 في التاج لا تعني انه invalid، it's a valid tag. لكن بظل الان في حد ولا فيش حد، لانه initially الكاش when you start the cache، الكاش عبارة عن empty memory، تبدأ تتعبى بناء على الـ sequence of accesses او references، تتعبى اول باول، هي on demand، يعني ما في واحد يروح يعبي الكاش بالاول من عنده، لا الكاش تتعبى on demand، كل ما تحتاج reference you copy it to the cache أو you copy the block اللي هو فيها للكاش. فبالتالي initially all blocks are invalid، يعني راح تبدأ إنه all blocks in the cache they have a v equal to 0 invalid. كل ما تيجي block جديد بتحدث ال v ل 1، تحط ال proper tag على أساس يكون unique addressing. أي سؤال شباب؟ أمروا على سؤال. ما في مثل، لا ما في مثل، ما بقدر من التاج نفسه اعرف اذا انه فاليد او انفاليد، صح؟ لا لما ما يكون عندي داتا بيكون خلاص التاج فاضي. سؤالك كثير كويس. لو بس لو سالتك انا حتى اجاوبك على سؤالك، شو يعني التاج فاضي؟ شو يعني فيه؟ يعني ما في داتا، انا ما عبيت داتا هون. ما شو قصدك ما عبيت؟ ما هو يعني ما جبت شيء من الميموري على الكاش. صح، بس انت بتحكي عن سيركت، يعني انت بتروح على ترانزستور يا بتلاقي فيه 0 يا 1، راح تلاقي فيه، ما في شيء اسمه ما في، يعني انا ما اروح اقول لك روحي على ميموري وقري لي اياها، بتقولي ليش والله رحت ما لقيت، بتقولي لقيت داتا، بس هذه الداتا الان هاي فاليد او مش فاليد هذا موضوع اخر. اذا ما في شيء اسمه داتا فاضيه، عرفتي؟ في داتا فاليد او مش فاليد، يعني زي ما اقول لك انا مثلا الرفوف دائما الرفوف فيها اشياء بس هي ممكن تكون مفيده او غير مفيده. كلمه فاليد معنى انه هذا ريليتد تو ماي بروجرام، انا بشغل بروسيس، شغلت برنامج، البرنامج هذا صار عنده داتا، الداتا هاي عبارة عن valid data، في بلوكس مش مستخدمة، هاي البلوكس مستخدم فيها zeros and ones عادي، شو بعرفني شو فيها، ممكن تكون جاية من أول، لكن إنه عليها tag ممكن يكون 0010، I don't care شو عليها tag، ممكن هذا جاي من process قديمة قبل ما أبدأ أنا، صح؟ أنا بهمني إنه لما أنا أشتغل، أول ما أشغل البروسيس تبعتي، يروح السيستم بصفر لي كل الvalid bits. طيب دكتور انا شو استفدت لما اعرف اذا هذا المكان فاليد او لا؟ مو هيك هيك بس بدي اجي انقل داتا راح يغطي على القديمه ويحط الداتا الجديده. هو العكس. هلا هلا انت لنفرض انه انت رحتي على الكاش والداتا موجوده، مش هتجيب شيء جديد، صح؟ فاذا كانت فاليد والتاج ماتش ما بتروحيش على الميموري،
صح؟ يعني أنا بفحص بالأول تفحص المكان بالأول، بعدين. أنت بتفحص بالدوري، خلينا نشوف عملية الفحص. عملية الفحص بهذا الشكل، أوريه. أنت بتروح أول شيء دائما أنت عندك أمل تلاقي هيت مشمش، تروح على المكان المخصص بعدين ترجعها بتدور، بتقول والله هل التاج ماتش، إذا في ماتش على التاج والفاليد بت ايكوال تو 1، إذا هذول الثنتين فاليد معناته هيت، فيش داعي إني أفكر أجيب داتا جديدة. مو أصلا أنا إذا بدي كل مرة أجيب داتا جديدة، ما استفدت من الكاش، صح ولا لا؟ هي الفكرة إنك أنت ناوي تستفيد من الداتا اللي أنت يو بروت أب تو ذا كاش، الداتا اللي موجودة في الكاش بدك تستخدمها. يعني أول مرة في مس، لكن بعديها أنا هوبفولي في عندي هيت، فإذا في عندي هيت أنا بعرف فاليد. طبعا أنا رحت على هون ولقيت التاج نفسه 1111 وكل شيء تمام، بقولش انه هيت الا تنتاكد انه الفاليد بت يسوي ايكوال تو 1. اوكي، وصح كلامك، اذا كانت مس اصلا فانا بدي اعمل ابديت بظبط الفاليد بت وبظبط الهيت، بظبط التاج بهذا الشكل. واضح؟ يعني مش دائما انت بتروحي مشان تغيري اللي الكاش، انت بتروح تقرا مشان تقرا منها. احنا بنفترض انه ما بي 90% اوف ذا تايم، احنا بنفترض انه ما بي 90% اوف ذا تايم اني الاقي هيت مش الاقي مس. واذا لقيت هيت كيف بدي اعرف انها هيت؟ لازم توفر شرطين، انه التاج نفسه على الاندكس اللي انا رايح عليه، وكمان الفاليد بت مالها شو بتساوي؟ واحد، لانه ممكن بالصدفه حظك يعني يكون سيء انه عندك مثلا تاج 00، يعني مثلا عنوان 00000، هذا شو ماله؟ هذا موجود هون والتاج تبعه 00، رحت لقيتي كل شيء 00 وكل شيء مصفر، بتقوليش هيت الا تتاكد من الفاليد بت، لانه اذا الفاليد بت 0 ما فيش حدا هون اصلا. كلمة فيش حدا هون شو معناها؟ في داتا، بس الداتا هاي مش هي جزء من برنامجي، عرفتي كيف؟ ممكن هاي معلومات قديمة أو شيء، I don't care، صح؟ يعني كلمة ما في داتا ما لهاش معنى هندسياً، ما إلها معنى بالنسبة للكمبيوتر إنه ما في داتا. اللي ما بالنسبة إنه ما في داتا يعني فيش valid data، في داتا بس مش valid، it's not does not belong to my program, does not belong to the process اللي أنا شغال عليها. وضحت؟ دكتور تمام وصلت. مهم جدا تتذكر هاي المعلومة، ما في شيء اسمه يعني داتا، يعني ما بتروح تقراها وبتلاقيها ولا إشي، ما فيش اسمه ولا إشي، يا تقرأ يا زيرو يا ون، شو بدك تقرأ؟ تراي على ميموري على فليب فلاب، هسا فليب فلاب يا ما في زيرو يا كل الميموري عبارة عن تبريها فليب فلابس، صح؟ كل فلاب بتروح تقرا عليه 0 او 1، بس نسأل هل هذا 0 او 1 هو فاليد بالنسبه لك او مش فاليد؟ بيعتمد انه اذا في شيء ثاني بيحدد، في عندنا شيء ثاني بيحدد هون، في عندنا الفي بت، الفي بت هي وانس انك يو كوبي البلوك من الميموري تو ذا كاش يو تشينج ذا في بت تو 1 فور ذات بارتيكولر بلوك. فاذا طلعت البلوك طلعت كان موجود طلعت خلص خلصت البرنامج وما ضلش لنا حاجه، ترجع الفي بت ايكوال 0، بس ما بلعب بالاشياء الثانيه، بتظل الداتا موجوده وبظل التاج موجود، بس لما حط الفي زيرو صارت هاي الداتا كلها ريدندنت ما لهاش قيمه لانها لا تعكس الداتا الحقيقيه. وضحت؟ تمام وصلت. حياك الله دكتور. تفضلي. هسه عندي سؤال، طالما انه في اكثر من مكان من الميموري رح يجي على المكان نفسه من الكاش، فانا شو اللي بده يضمني مثلا اذا بدي انا اقرا قيمه اكس تكون هي القيمه اللي انا بدي اياها اللي هي موجوده؟ احنا اتفقنا انه كل ادرس هو عباره عن يونيك نمبر، وراح يكون في عندك هون انه مثلا هاي اكس عباره عن مثلا ادرس فيها تاج فيها البلوك نمبر او البايت نمبر، صح؟ الاندكس بوديك على الكاش، لكن رحت على الكاش هاي ولقيت التاج تبع اكس مختلف عن التاج اللي مخزن هون، تعرفي انه اكس مش موجود. تمام. هذه الفكرة الرئيسية اللي زي ما قلنا لما كانت رفيدة جالسة على كرسي رقم 27، ناخذ بس آخر خانتين من الشمال هون، وكان مش 13 كان 14، قلنا معناته 14 مع 27 هذا مش رقمك، لو لقت 13 لو واحد ثاني راح لقى 13 بقول معناته هاي رفيدة. وضحت؟ فإذا الأدرس يونيك هو، لكن الاندكس في الكاش مش يونيك، يعني for it works for different blocks، لكن اللي بخليه يونيك انه انت رايح على الاندكس الصح ولقيت نفس التاج، then 100% انت بتحكي عن نفس الفاريبل اللي هو اكس. وضحت؟ وضحت. اوكي، وعلى كل حال هذا جاي اكثر واكثر، هلا بالمثال هذا راح تتوضح الامور اكثر. هذا المثال تبعنا انه في عندنا 8 بايت كاش
احنا في عندنا ادرس 5 بت ادرس، وفي عندنا اللي هو نفس الادرس نفس المثال اخذنا عندنا 5 بت ادرس. فاحنا ادانا اول عنوان اللي هو عنوان رقم 22، اذا الادرس هو 22 101110. طبعا الكاش انيشيالي كلها انفاليد كانت، نحو كانت كانها انفاليد يعني زيرو في بت زيرو، فكلها فاضي فيش شيء. حتى لو كان في ارقام هون، يعني تعال تخيل هون لو كان في ارقام، يعني تخيل هون مثلا لو كان في ارقام مثلا 00 01 01 11 10 00 11، هاي لا تعني شيء. وجود تاج هون، وجود داتا هون برضو، يعني نفرض ان هون هذا كل واحد افرض هون في عندي ارقام 4b بحطها بالهكسا سي سي E2 3F 091A 2B 33 إلى آخره. أفرض هاي الداتا الموجودة هون، هاي الداتا موجودة بس هبالت، هاي لها قيمة لها معنى شباب؟ لا ما لها قيمة، ما لها معنى. ليش؟ خلص لأن الفاليد بت يكوال زيرو، هذا كله لا يعني شيء بالنسبة لي. يعني إذا أفرض أنه هيك الوضع كان تبع الكاش، الكاش فيها داتا الله أعلم فيه، I don't care، يعني مازام الفاليد بت يكوال زيرو ما بهمني شو موجود هون ولا بهمني شو موجود هون. كله هذا ملوش معنى، هو يكون جاي من بروسيس قديمة، لما طلعت البروسيس البروسيسر ما له مصلحة يشيل الداتا، بس له مصلحة to change الفي بت من 1 ل 0 يرجعها invalid، مش يعني يقول لك انه هاي البلوكس ما ليش علاقة فيها، هاي قديمة مش للبروسيس اللي شغال الآن. الآن اجتنا ال 22، معناته انا ال 22 it has to be copied to the cache. صار على اي بلوك، على اي بلوك؟ على البلوك نمبر 6 اللي هو 110. اذا راح نروح على بلوك نمبر 6 ونحطها valid. طيب كيف بدي اعرف ان بلوك 6 بلوك 6 تابع على هذا العنوان 22؟ وانا لو غيرت حطيت هون مثلا 110 بتبطل 22 بتصير هاي 30. طب كيف انا بدي اعرف ان هاي 22 مش 30؟ بقول لك حط التاج اللي يميز، لان لو كانت 30 بتكون هاي التاج تكونش 110 صح ولا لا؟ فإذا ما التاج 0 حتى كنت شغال تحكي عن 22، تحط الداتا هون اللي هي ميموري اوف 22، ممكن تكون مثلا اي رقم مثلا 4A الى اخره 1 بايت اوف انفورميشن مخزنه، هي ميموري اوف ديسك يعني ميموري اوف 22 مخزنه في الداتا، ممكن تكون اي رقم. فهذا الوضع الحالي. الان لو اجانا انذر ادرس اللي هو ادرس 26، نفس الشيء بدك تحول الباينري عشان تعرف أستاذ. يقول والله أنا أول ثلاثة بتهم عبارة عن إيش؟ عبارة عن الإندكس. إذا أنا أروح على إندكس نمبر 2 رقم 2، وبما أنه التاج ما تبقى من بيتس 1 1 بحطهم هون بخزنهم عشان يصير عندي يونيك أدرس، وأي تشينج الفاليد بت لون، وهون الداتا اللي موجودة هون وريفر داتا بالموري بعملها كوبي. بعد شوي عملت أكسس ل 26 راح تلاقي فاليد، راح تلاقي فاليد، فبتلاقي راح تلاقي فيه هيت لأنه موجود وهكذا. يعني هلا مثلا لاحظ اجينا على 26 زي ما انتم شايفين هون، يعني شو لقاها؟ المفروض انه اجانا 22 مره ثانيه او اجانا 26، هاي 22 راح تلاقيها هيت، رجعت على 26 مره ثانيه لقاها هيت، يعني موجودات كانوا مس اول مره بس مره ثانيه عملت لهم اكسس، اذا راح الاقيهم هيت. ليش لقيتهم هيت؟ لان لما رحت على 22 على رقم 6، لما رحت على رقم 6 هون شو لقيت؟ لقيت نفس التاج، قارنت مع التاج لقيته نفسه، ولقيت الفاليد بت 1 ما توموري تمام. لما اجى 26 مره ثانيه نفس الشيء، شو بده يعمل هو؟ بده يروح اول شيء على الاندكس. لاحظ دائما بتبدا بالاندكس حتى تعرف وين تروح في الكاش، بتبدا بالاندكس ما تبدا بالتاج، يعني التاج بده تقعد تسمع السيرش، نفس ما السيرش احنا عمليه السيرش معناته في عندك لينير سيرش، يعني بدك تاخذ تايم كثير حتى يعمل سيرش، احنا نفس ما السيرش نروح على محل واحد وندور فيه بس فيش غيره. اذا راح اروح على المحل هذا رقم 2 وادور هل التاج نفسه؟ والله نفسه. هل الفاليد بت ايكوال تو 1؟ والد معناته هيت. وهكذا نفس الشيء هون اجاني هذول 16 3 16 نفس الشيء 16 عباره عن اللي هي 1000 نفس الشيء. وين موجوده هاي؟ بلوك نمبر 0 اذا راح تكون هون. اذا هاي مس لان اول مره تيجي. شو التاج تبعها؟ 10 وها صارت فاليد وامورها تمام. اجت ثلاث الان، ثلاث اجعلها على رقم 3، انا راح تروح على رقم 3 على الاندكس ماشي الاندكس بتطلع على التاج. هل التاج 00 هسه؟ ما كانش اصلا، كانت مس، تحدثه ل 00 تعمل هيت الفاليد بت 1
حط الداتا هون وريفر داتا هون زي الجنوملي. لما تيجي 16 راح تلاقي هيت لأنه أصلاً أوريدي تونا جبناها زيرو موجود هون في ماتش على التاج والفاليد بيت إيكوال تو 1 إذا هيت. هذا بشكل عام. الآن لو سريشي لو أجانا مثلاً عنوان هذا 100010 أبدروا على رقم 2. هذا رقم 2 هون طيب فحنغير برضو لهون. طبعا هاي إذا تطلع شو كان في محلها هون كان فيها تبع رقم اللي هو شو اللي هي 26. إذا هون قبل يعني قبل ما نصل لهاي المرحلة شو كان هون موجود يعني تطلع هون شو كان في موجود كان في 26. شو يعني يعني كان هذا التاج قبل ما يجي هذا كان التاج 1 1. لما أنت رحت بال 18 رحت على الاندكس اللي هو 2 لقيت التاج مش 1011 معناته هاي كانت مس معناته كانت مس ايوه فاليد كل شيء تمام فاليد والاندكس مزبوط. بس شو المشكله انه التاج بيختلف انه انا التاج عندي 11 بس انا جيت 10. اذا هون راح الرقم 26 يطلع من الميموري ويجي يقعد محله 18 18 26 they cannot coexist. ليش؟ لأن الاثنين عندهم نفس الاندكس ال 26 عبارة عن 11010 وهذا 100 اثنين عندهم نفس الاندكس معناته نفس الموقع في الكاش والهولد either one of them not both of them at the same time. بالحالة هاي الأخ هذا اللي كان موجود كان التاج تبع 11 ما بينفعش راح يجي يقعد هذا محله غير التاج راح يظل ثالث بس راح يغير التاج من الزيرو. الآن إذا رجع 26 برد يشيل 18 رجع 18 برد يشيل 26 وهكذا. تعال تخيل إنه واحد هدفه يعني يطلع بهالفورمس سيء يروح يطلع مثلا زيك 18 26 18 26 يضله قلبه هذا طلع هذا طلع هذا يصير أسوأ من عدم وجود كاش. يعني يصير الكاش أسوأ من عدم وجوده. ليش؟ لأنه صار حمل إنك أنت رايح جاي تنقل من الكاش للميموري على الفاريبل رقم 16 18 و26. طيب تفضلي. ما دام في مكان فاضي بالميموري بالكاش ما في طريقة أنا أحفظ 26 و 18 بس بمكانين مختلفين؟ هلا هو فيه بس لحد الآن لا. أوكي. هسا لحد الآن على الدايركت ماب كاش اللي هاي العنوان تبعنا إحنا نحكي عن دايركت ماب كاش. دايركت ماب كاش لا one location فقط مسموح للواحد. حتى لما ما نسمح بعد شوي ما راح نسمح بعدد لا نهائي يعني راح يكون في عدد محدد يعني ممكن نسمح لاثنين لثلاث مواقع لاربع مواقع مش لعدد كبير جدا يعني مش اي مكان يعني فبدك تحدد مواقع. بس لحد الان for the time being احنا انه كل واحد مسموح له مكان واحد فقط. طبعا ليش احنا ما بدنا نفتحها open وين ما يلاقي فاضي يقعد؟ لانه اذا تقول وين ما يلاقي فاضي يقعد معناته بدك تعمل research حتى تلاقيه صح؟ يعني هسه مثلا لو قلنا لو فايده اقعد باي مكان في القاعه شو بدنا نسوي؟ بدنا نصير نلف عليهم واحد واحد عشان نسال هذا الكرسي انت رفايده انت رفايده انت رفايده كان صلع. طبعا احنا على اساس انه انت بتحكي بس المهم ما بتحكيش صح. انت سالت وين رفايده راح تقولي انا بس المفروض انه يعني الطالب قاعد وممنوع يحكي بس بدنا نلفف عليهم ونشوف. راح نلف على كل القاعه مرات ممكن نصها ممكن ربعها انت وحظك حسب وين ترتيبها في القاعه. نفس الشيء لو الكاش مسموح لأي بلوك تيجي على أي مكان تقعد راح يصير لما بدي أروح أدور على البلوك في الكاش بدي أدور عليها تدوير عليها بصير أسوأ من إني أروح عليها على الميموري دايركت. يعني بصير أنت ما استفدت من الكاش بالعكس خربت لأني بدي أعمل سيرش داخل الكاش كلها حتى ألاقي الفاريبل. أنا ما بدي أعمل سيرش أنا بدي أروح على مكان واحد أسأله أنت هون؟ مش هون خلاص بعرف إنك مش هون ما فيش غيره. هي الفكرة الرئيسية مهم جدا إنك تروح على مكان واحد ممكن يكون أكثر المكان بس برضو محددات عدد معين بسيط يعني 2 3 4 هيك شغل رقم قليل ومعروف بجنب بعض مثلا. يعني مثلا على سبيل المثال بالقاعة ممكن أقول أنه كل 4 رحلات بجنب بعض هذول عبارة مع بعض أنت مسموح لها تقعد بالرحلة بواحدة من الأربعة بس مش بأي مكان. عرفتي كيف؟ راح نحكي عنها لما نوصل لدورها. بس for the time being اللي هو direct map لا one location مسموح لكل بلوك فيش غيره يا أنت موجود يا مش موجود فيش غيرك. بس هو زي ما انت حكيتي ممكن يكون البرفورمانس سيء بسببها حنعدله في التكنيكس الجاي ان شاء الله. اذا عمليه الماتشنج انك تتاكد انه في هيت او مس صارت مساله انت بحاجه لتو ثينكس لازم يكون في ماتش على التاك والفاليد بت ايكوال تو 1.
إذا الفاليد بت يكول تو زيرو الأند جيت على طول تعطيك زيرو يعني مس، أي عكس هيت يساوي مس، زيرو يعني مس. وحتى لو كانت الفاليد بت يكول تو 1 يونيد إن الكمبارتر هذا طلع لك ترو يعني 1 اللي هو ال 20 بت هذول تبعات التاج هم نفس ال 20 بت اللي جايات من الريفرنس اللي أنت بتبحث عنه. وبالحالة هاي إذا طلع هاي 1 ومعته تمام معته التاج نفسه والفاليد بت يكول تو 1 معته الداتا اللي هون هي الداتا اللي أنا بدي أقرأها أو أكتبها فهي valid data. قبل الجنرال كونسبت للكمباريزون تو هاف ماتش. طبعا احنا اللي درسناه لحد الان انه البلوك عباره عن 1 بايت او 1 وورد، لكن الصراحه ممكن تكون البلوك اكبر من وورد. اذا كانت البلوك اكثر من 1 وورد او اكثر من 1 بايت معناته انا بدي احدد احط مور بيتس مشان يحددوا رقم البايت داخل البلوك. فمثلا في هاي الحاله انا عندي البلوك عباره عن 16 بايت بحاجة لأربعة بت، حاجة أربعة بت. طبعاً أكيد كون هالادرسز كونسيكتيف يعني جايت وراء بعض معناته لازم يكون البلوكس اللي بتحدد البتس اللي بتحدد البايت داخل البلوك تكون من اليمين يعني اليمين خالص. إذا أنا شو بدي أعمل؟ أول شغلة لازم أعرفها بدي أعرف عدد البتس اللي بتلزمني للبايت داخل البلوك. هاي كيف بسيط أعرفها؟ أعرفها من السايز تبع البلوك. لأن السايز تبع البلوك 16 معناته أنا بحاجة لأربعة بت هذولا يحددوا لي رقم البايت داخل البلوك وحاخذهم من اليمين لانه الادريسز ورا بعض يعني ما بصيرش البلوك تكون عباره عن سكاترد سيكونس اوف بايتس لا لازم تكون عباره عن كونسيكتيف سيكونس اوف بايتس بايتس ورا بعض كونهم ورا بعض معناته الخانه اللي على اليمين هي اللي تميزهم يعني تبدا مثلا من 0 1 2 بالهكس يعني لغايه الاف اللي هي يعني اول هكس ديسيمال ديجيت اول هكس ديجيت يعني تبع 4 بت عباره عن هكس ديسيمال ديجيت أول سنجد هي بتحدد رقم البايت داخل بعدين أنا how many blocks I have كم بلوك عندي في الكاش وقل لك والله أنت عندك 64 blocks أزام 64 blocks معناته أنا بدي 6 bits مشان أحدد لي رقم البلوك هذا إذن أنا شو عندي الكاش معلوماتي عن الكاش اللي عندي الكاش اللي عندي فيها 64 blocks زي ما أنتم شايفين فوق مكتوب وكل بلوك فيها 16 bytes من ال 16 بايتس من عدد من السايز عرفت كم من بيتس بدي الاوفست ومن العدد البلوكس عرفت هذا اذا لو انا قلت لك كم الكاش سايز راح تقول لي الكاش سايز عباره عن 64 تايمز 16 طبعا هاي 4 وهي 16 يعني 1024 اذا السايز هي عباره عن 1 كيلو بايت 1 كيلو بايت طبعا انا بسهولة عارف اني انا برضه 1 كيلو بايت لان انا كم من بيت استخدمت للكاش كلها 10 10 من 0 ل 9 10 إذا 2 قوة 10 برضه 1 كيلو بايت بس طبعا هون لاحظ هم عبارة عن 64 بلوك كل بلوك فيها 16 بايت فبرضه عدد البتس اللي دي ادرس الكاش هم 10 10 بتس 6 بختارهم مشان أعرف الإندكس وبعدين إذا لو جيت رسمتها برسمة مثلا خاصة فيها هاي أطلع من هون مرات تجاوب إشمعيل إذا إذا رسم رجعنا نرسم هاي الكاش اللي اشتغلنا عليها قبل شوي من هاي الكاش عبارة عن بلوكس واحدة هذول عبارة عن بلوك أنا عندي 64 بلوكس من بلوك نمبر 0 هنحط الرقم هون 0 1 لغاية 63 إذا أنا حتى أميز واحد من 64 بدي عدد بيتس عدد بيتس اللي هو 6 6 بيتس يحددوا لي أي بلوك طيب أنا البلوك عندي فيها 16 بايت يعني لو رسمت أنا 16 بايت هون أصطر عندي من بايت رقم 0 لغاية بايت رقم 15 حتى أحدد أي بايت عندي بدي كمان 4 بيتس هون بدي 4 بيتس يحددوا لي رقم البايت داخل هاي 4 و6 10
ما تبقى من الادرس راح يكون تاج على طول بدون تفكير. اذا هذول، اذا انا لو طلعت على الادرس تبعي لو ثلاث اقسام، الست بيتس هم هذول اللي بالنص اللي هم تبعات الاندكس، لانه هذول بيجوا بالترتيب بعد هذول، لان هذول least significant، لان هذول ورا بعض، بعدين هذول ورا بعض في المبنى، وبعدين هذا الاخ هذول الاربعه هم هذول، وما تبقى من الادرس اللي هو تاج، تاج للبلوك كله نفسه لانه ورا بعض اصلا، لان هذا هو التاج. فلو انا عندي 32 بت بحالي هاي مثلا، 32 بت راح يكون هون 4 مشان البايت، هون 6 10، بما عندنا 22 بت للتاج. التاج انا عباره عن جاست وان تايم، لان كل بلوك ذي شير ذا سيم تاج، لانهم اصلا ورا بعض في الميموري، راح يكون عندهم نفس التاج. فبهذا الشكل، هذا الرسم العام للكاش اللي فيها الديزاين اللي انتم شفتوه. اللي هو نفس الديزاين، بس انا حبيت اوجهك اياه على الرسم. عندك 4 بت، عندك 4 بت بيختاروا لك البايت اوف، يعني مثلا راح تلاقي مثلا على سبيل المثال، ناخذ مثال، ناخذ مثال بالهكسا، يعني لو عندي على سبيل المثال هاي 100، هون عندي الرقم هذا مثلا 0 او سي 01A4 هذا الرقم. قلت لك هذا وين موجود؟ راح تقول لي والله انا لما ابدا من هون هاي عباره عن 0100، والست بتس اللي وراها اللي هي الاي 1010، 2 بتس من هاي الواحد اللي هي 01، هذول الست بتس تبعت الاندي. وما تبقى اللي هي الواحد ضل منها 00، وبعدين 4 اصفار تبعت 0، بعدين C1100، بعدين 8 أصفار، وبعدين الواحد. والله لما تعدهم هتلاقيهم اللي هم 22، هذول 22 بت هم اللي، طبعا هذول لاحظ يعني لما انت تكون هاي البلوك موجودة في الكاش، بتكون مش بس هذا البايت، بتكون برضو موجود البايت اللي بيبدأ بصفر صفر صفر لا او 0001 ورا بعض كلهم 001 الاخر لغايه ال 1111، كلهم عباره عن بلوك واحده مشان يكونوا ورا بعض في الميموري. وهاي لهم بس هم دي شير ذا سيم اندكس ودي شير ذا سيم تاج، بس من 000 هم 16 بايت لهم نفس الادريسنج في الكاش وفي الميموري. اوكي، اي سؤال لحد الان؟ هلا شباب. دكتور يعني البلوك كم السايز تبعه هون؟ هو اصلا مكتوبه في المساله 16 بايت بير بلوك، يعني بلوك 16 بايت. فالبلوك حتى اميز واحد من 16 بدي 4 بت. يعني مو الاوفست، شو معنى اوفست؟ خلينا نرجع نراجع هاي الاشياء. شو معنى اوفست؟ معناته رقم البايت داخل البلوك، يعني هاي عباره عن بايت نمبر. الاوفست هو عباره عن بايت نمبر، رقم البايت داخل البلوك. الاندكس هو اللي هو رقم البلوك، اللي هي بلوك نمبر رقم البلوك. التاج هو ما تبقى من الادرس، يعني هو التاج هو اللي هذا اليونيك سبيسيفاير، يونيك سبيسيفاير اللي هو يحدد انه هاي البلوك مش واحده ثانيه، لانه انا فوق يعني ممكن يكون عندي نفس الاندكس ونفس الاوفست ونفس المكان قاعدين بس واحد ثاني. كيف تعرف انه واحد ثاني؟ من التاج. اذا التاج عندك ماتش على التاج معناته نفسه تاج ثانية معناته بلوك ثانية. إذا الأوفست هو عبارة عن بايت نمبر. خلينا نأخذ مثلا مثال، نرجع لل لو عندي مثلا example، هم نأخذ لو كان عندنا 24 bit address، cache size يساوي 1 megabyte، لا كثير 1 ميجا، أنا هو 64 kilobytes، والبلوك size يساوي 64 bytes. سؤال question، يعني number of bits per field لكل field،
أول شغلة راح شو راح تقول؟ راح تقول أنا عندي البلوك سايز 64، معناته النمبر عندك البايت نمبر أو الأوفسيت اللي هو نفسه الأوفسيت، أنا ما بعبر عنه بصور مختلفات عشان تعرفوا شو هو أهميته، اللي هو لوج بال 64 البيس 2 بلس 6. أنا عندي 6 بيتس للبايت نمبر. الآن أنا مش عارف كم من مش كم من بلوك عندي، نمبر أوف بلوكس، كم بلوك عندي أنا؟ أكيد هو الكاش سايز على بلوك سايز، صح؟ كاش سايز عندي 64 كيلو بايت على بلوك سايز 64 بايت، بتروح 64 مع 64 والبايت مع البايت بضل الكي. إذا نمبر أوف بلوكس 1 كي لي 1024 بضل الكي. عدد البيتس، نمبر أوف بيتس للإندكس، نمبر أوف بيتس الكاش إندكس بيساوي اللوج تبع هذا، لوج ال 1024 بيساوي 12 17 17. إذا ليش؟ لأنه أنا عدد البيتس اللي بيحددوا لي الإندكس مرتبط عدد البلوكس 2 قوة 10 1024 أو لوج ال 1024 10. إذا شو صار عندي الديزاين تبعي هيك؟ صار صار في عندي أنا عندي 24 بت توتال ثلاث أقسام. أول شيء عندي 6 بت للأوفسيت و10 بت للإندكس، وعندي ما تبقى هاي 6 و10 16، كم ضل من 24؟ 8، عندي 8 للتاج. طبعا لو أخذتها الاثنتين مع بعض 16، وقلت 2 قوة 16 هذول الأدرس للكاش، هذول عبارة عن كاش أدرس، 2 قوة 16 دي كم؟ 64 كي، هو نفس الكاش سايز. إذا هذول البيت التو فيلدز مع بعض هم اللي بيعملوا ادرس للكاش، معناته عدد البيتس اللي مستخدم فيها 2 قوة عددهم بيساوي الكاش سايز. واضح المثال؟ واضح شباب؟ على كل حال مش واضح كثير، احنا راح نرد نحل زيه اكثر من واحد، بس هذا مبدئيا يعني. حتى انا ما حليتش هذا مثال زي هذا الشعبه اللي راحت لانه ما جاش سؤال ريليتد، ما كنتش مقرر أشرحه بهاي الحصة، يعني جاي بحصة ثانية، بس كونه سألت الزميلة زميلتكو يعني ف يعني أجاكو هذا المثال. على أي حال إحنا مخلص بهاي المرحلة الآن ونوقف هون، مرة جاي نكمل هذا الموضوع، موضوع كثير شيق ومهم لأنه صراحة كثير أساسي في فهم الكمبيوتر ديزاين. Thank you.